أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: مضى علينا قول المؤلف رحمه الله في الزكاة، وكان صلى الله عليه وسلم يأمر الخارص أن يدع لهم الثلث أو الربع في زكاة النخيل، فما معنى هذا القول؟ ما تعرف معنى يدع؟ يعني يترك يعني يخفضه من الخرص مقدار الثلث أو الربع ويثبت الباقي. نعم.